وللمزيد من التفاصيل معنا عبر سكايب مدير مكتب حلب اليوم في حلب مصطفى العبد الله. مصطفى، يعني لو تجمل لنا المناطق التي تعرضت للقصف خلال الساعات القليلة الماضية في مدينة حلب وريفها، وما هي حصيلته تقريبا؟ غينا، سأبدأ معك من الخبر العاجل الذي هو استطاعة الثوار صد الهجوم الذي قام به النظام والميليشيات المؤازرة له من حندرات، حيث أن النظام قام بشن هجوم كبير على مخيم حندرات من 3 محاور وعلى دفعتين في محاولة اقتحام المخيم والسيطرة عليه والوصول إلى طريق الكاستيلو، وذلك بعد تمهيد مدفعي وجوي صاروخي وأيضا بالفوسفور والنظام وأيضا بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي للنظام، ولكن بحمد من الله وفضله استطاع الثوار صد هذا الهجوم واستعادة كل المناطق التي حاول النظام التقدم عليها. وهناك عدد كبير من قتل عناصر النظام والميليشيات الطائفية ما زالت في ميدان القتال بسبب الاشتباكات القائمة وعدم استطاعة النظام سحب جثث عناصره. كان النظام أيضا قد حاول الهجوم من جبهة جمعية الزهراء لكنه تكبد أيضا أكثر من 12 قتيلا من عناصره ليلا. بالتوازي غينا، هناك تجد اشتباكات في منطقة الملاح في محاولة النظام التقدم الآن في منطقة الملاح، ولكن الوضع جيد الحمد لله. الطيران الروسي وطيران النظام يخصف بشكل كثير يعني كثير كثيفا. فيما يخص ما جرى البارحة ليلا، كان هناك قصفا عنيفا على قرى ومدن وبلدات الريف الشمالي وأيضا قرى وبلدات ومدن الريف الغربي. القصف شمل كل من كفر حمراء، معط الأرطيق، حريتان، عندان، حيان وأيضا جبل عندان، وهذا القصف كان بالفوسفوري والنابالوم والعنقودي. أيضا القصف طال قبطان الجبل وطال دارة عزة وطال أيضا أورم الكبرى. كان هناك قصف قبيل الإفطار أدى إلى استشهاد أكثر من 6 شهداء وإلى إصابة أكثر من 45 شهيد، بينما دارة عزة كان هناك قصف بصاروخي أرض من معامل الدفاع، كانت الأضرار مادية. قبطان الجبل كان هناك أيضا قصف صاروخي. قرية التوامة التابعة لمدينة الأتارب في الريف الغربي طالها القصف الجوي بالصواريخ الفراغية ما أدى إلى استشهاد شهيدين وإصابة عدد أشخاص، وكان هناك عالقين تحت الأنقاض استطاع الدفاع المدني انتشالهم صباح اليوم. في حلب اليوم صباحا كان هناك قصف على 4 أحياء في مدينة حلب، باب النصر والصاخور والمرج والميسر، والأضرار والحمد لله مادي. هذا هو يعني معظم واقع الحال في حلب. طيب مصطفى، بالنسبة للوضع الميداني على جبهات الريف الشمالي، يعني حدثنا عنها بعد انسحاب الثوار من بلدة الراعي، وهل هناك محاولات جديدة من قبل النظام للتقدم في الريف الجنوبي أو الشمالي؟ نعم غنى، المعارك في الريف الشمالي ما تزال تتسم بيعني صيغة الكر والفر. الثوار يسيطرون صباحا على مدينة الراعي أو أكثر أحياء مدينة الراعي، ثم تستطيع عصابات داعش التقدم وتقوم بعملية تفجير سيارة مفخخة ما يؤدي إلى استردادهم لهذه المدينة. كما قلت لك، العمليات تجري هناك كر وفر، والثوار بهمة عالية، وهناك قوات كبيرة للثوار تحاول التقدم شرقا باتجاه الراعي أكثر، حيث أنك كما تعلمين أن الراعي هي المدينة التي الحاضرة المهمة والتي فيها معبر إنساني مع تركيا، والثوار لديهم أهمية استراتيجية لهذه المدينة، وأيضا هي مركز لعمليات داعش العسكرية في المنطقة. في الريف كان هناك قصفا مكثفا مدفعيا من جبل عزان ومن قرية عبطين التي يسيطر عليها النظام وقوات حزب الله اللبنانية والميليشيات الشيعية باتجاه العيس والزربة وخلصة وبرنا وزيتان وطريق الشام، وأيضا الأحلام، المقصف المشهور على طريق حلب دمشق، بغاية إنهاك الثوار هناك وبغاية التقدم واسترداد المناطق التي خسرها النظام خلال الشهر الأخير. ولكن وضع الثوار هناك الحمد لله ممتاز، وقاموا بالرد على مدفعي النظام وعلى طيرانه. نعم. طيب مصطفى، بالنسبة للوضع في محيط مدينة منبج، يعني دعنا في صورة الوضع. حسب ما وردنا من معلومات شحيحة، وأنت تعلمين غنى بأن المعلومات في منبج شحيحة بسبب أن سيطرة داعش تمنع وجود إعلاميين، تقطع الأنترنت عن المدينة أيضا، وحتى أنها تمنع المواطنين المدنيين من النزوح. ولكن ما وصلنا من معلومات أن قوات الثورة الديمقراطية ما تزالت تتقدم في أحياء مدينة منبج، وأنها وصلت إلى أقل من مسافة 1 كيلو
هناك دوار شهير في مدخل مدينة منبج وصلت إليه قوات سوريا الديمقراطية، وأيضا أعتقد أن هناك شارع يسمى شارع العشرين قد أوشكت قوات سوريا الديمقراطية على الوصول إليه، ولكن ما تزال داعش تقاوم مقاومة عنيفة، وهناك اشتباكات عنيفة بين قوات داعش وقوات سوريا الديمقراطية وعدد كبير من القتلى بينهم. المدنيين هم الضحايا الوحيدون بين هاتين القوتين والاشتباكات التي تجري بينهم، وأوضاعهم الإنسانية ما تزال صعبة جدا في ظل وجود أكثر من 200 ألف إنسان محاصرين داخل المدينة. نعم مصطفى عبد الله، أشكرك جزيل الشكر.